الدور الثالث امر يضر بعض الطلاب. نعم. يعني اكو طلاب عندهم فد ماده او مادتين ما قدروا ان يسعون بها بالدور الثاني، فراح يضطر ان يعيد سنه بما انه هو هواي قرارات اللغه هاي السنه، فراح يضطر يعيد سنه بما انه نظام المحاولات اصلا اللغه، فراح يضطر لا دور ثاني العفو لا دور ثالث لا نظام محاولات، يضطر يعيد سنه كامله. اذا هذا قرار خاطئ. النظام التكييفي لتقليص المناهج، شو رايك فيه؟ وصراحة هذا القرار يعني من ناحيتي هو راح يخلي الطلاب كبداية يعني ينظرون إلى نظرة سلبية، لكن هو قرار جيد. يعني مناهج كاملة لابد أن تقدم للطالب كاملة. إلغاء العمل بنظام الانتساب، رأيك؟ إلغاء العمل بنظام، والله يعني صراحة نظام الانتساب أمر سلبي لبعض الطلاب، يعني هذا القرار بالنسبة لي جيد صراحة. الانتساب والله أنا مني واحد، أنا طالب ثالث وسويت انتساب، ليش شفت روحي ما راح اقدر اداوم وجاي شو اسمه اشوف روحي يعني انا مثلا اقدر ادرس بالبيت وبالمعاهد وهذا اكثر من ما اشوفني يعني بالدوام. بالدوام يعني يجي المدرس مثلا نص ساعه هاي وساعات تصير عطل رسميه هواي وهذا، يعني ما اشوف روحنا يعني اكو طلاب مو كلها اكو طلاب يشوف روحه ما يقدر يعني يداوم، يشوف وقته جاي يضيع اكثر مو مثل ما يقعد هو ويدرس ويا نفسه. ماكو داعي تقليص المناهج بصراحه، يعني انا بدا اشوفه يعني انه كل ما جاله يعني خلينا نقول سنه عن سنه يجون الطلاب اضعف بسبب تقليص مناهج، بسبب القرارات خلينا نقول اللي تصير ويا الطلاب اكثر مما ويا الماده العلميه او ويا النظام التعليمي. بالنسبة لي الفرع الإحيائي والتطبيق أنا ما أشوف فيهم مشكلة، بس تطبيقهم خطأ. إنه أنا ليش أسوي فرص هواي للطالب وهم بهاي الحالة هم راح أغبن المتميز وأساوي بين الضعيف والجيد، فأهم أتفق ويا هذا القرار. هناك قرار آخر، إلغاء العمل بالنظام الانتساب، رأيك؟ الانتساب يعني الطالب يقعد ببيته ويدرس يعني، بس هم أشوفه هو يساعد الطالب صح، بس مو لكل الشرائح أو الظروف، فيعني يحاولون يعودون النظر به. النظام يعني جدا غلط، مثلا أنا طالب معدلي 100 طب عام، يجي طالب غيري يجي يصعد وياي استحقاق، مثلا معدل 96 يشتري 4 درجات وصل طب عام نفسي، أنا تعبان أكثر من عنده، ليش يعني؟ هذا النظام ما أيده كلش أنا. كلش غلط. إلغاء تحسين المعدل أهم خطوة لا بأس بها، لأنه هناك من يعني يلعب في الدراسة وكأنه لهون ولعب، إنما هي جد واجتهاد، فيقول لدي فرصة وهو يعني لم يدرس ولم يهتم، فإلغاء هذا القرار يعني صعب. حقيقة أكو قرارات أضيفة السنوات المتأخرة كانت ما إلها أي لزوم، يعني حقيقة أصبحت عبء وأصبح الطالب يرتكز عليها، أصبح الاعتماد كله وجاي نشوفه يعني إحنا بأولادنا إنه يظل يتابع القرارات ما يتابع دروسه.